استعلنت انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط العاشر وهو الشوط الخاص بالحجايج الجعدان، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع مع هذه التحديات، مع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرهني أيضا اللي قاد المجموعة في هذه اللحظات شاهين لسعيد بن محمد بن كراز المهيري، ولكن أردت تسلل من الجانب الآخر مشهور لمطرب سالم بن عبيد الحميري، ومع المركز الثالث مشعل راشد بن عبيد بن حامد ننطلق مع المركز الرابع، والقدوم والتسلل من الحصيني محمد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، ومع المركز الخامس التحديات من شاهين محمد بن مصبح بن عبود الغفري متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومن الجانب الآخر شعار بن مفتاح الشامسي أيضا ينطلق مع هذه التحديات الرائعة، مع ملبي عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي اللي انطلق مع المركز الثاني. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس، أرى التحديات في هذه اللحظات والانطلاق المثير والاندفاع الرائع. نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام حشيم نمايد بسعيد بن راشد الخاطري والتحديات، القادمة من مخرب لسهيل بن راشد بن نايع الغفري، والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات القادمة مع المركز الثامن، أردت تسلل من غازي المبارك بن حمد بن عميله الشامسي، ولكن بنعود بالصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، والحصيني انفرد بناموس هذا الشوط، باعد المسافة انطلق مع هذه التحديات المثيرة. الحصيني على مقدمة هذا الشوط، محمد بن علي بن سالم الربيع المنصوري، من يتابع انطلاقة الحسيني واللحظات الأخيرة المثيرة. نتابع ملبي مع المركز الثاني عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، ولكن نعود بالصدارة واللحظات الأخيرة. التحديات رائعة، الحسيني صامد، والهجوم في اللحظات الأخيرة في التحديات المثيرة. يا سلام، نتابع المركز الثاني، نتابع ملبي عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، والقدوم من غازي لمبارك بن حمد بن عميره الشامسي، واللحظات الاخيره. التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام، غازي عغز الصداره في اللحظات الاخيره. تهانينا لمبارك بن حمد بن عميره الشامسي، المركز الثاني لعبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الثالث الحصيني لمحمد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، المركز الرابع يصل فيه واضح لصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني، والمركز الخامس من حيل الاعضاء خط النهايه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول غازي الى خط النهايه، يقطع مسافه السباق في فتره زمنيه مقدارها هذه لحظات الوصول والتحديات في اللحظات الأخيرة. غازي يقطع المسافة في فترة زمنية مقدار 3 دقائق 2 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك غازي مبارك بن حمد بن عميره الشامسي، واللي وصل مع المركز الثاني لمبارك وراشد بن مفتاح الشامسي، يقطع المسافة أيضا في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق 2 ثانية وجزئين من الثانية، واللي وصل مع المركز الثالث الحصيني لمحمد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. الحصيني ياتي ايضا في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق 2 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.